اليوم زارنا بقيادة العمليات وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع الموصل الأخ الأستاذ علي، وأيضا كان بصحبته الأخ رئيس مجلس محافظة نينوى وعدد من الإخوان أعضاء مجلس المحافظة. داولنا بعدة قضايا يعني تهم أكثر شيء التنسيق بيننا وبين إقليم كردستان، خاصة في مجالنا إحنا كعسكر، يعني التنسيق مع البيشمركة، وأيضا إحنا يعني استلمنا أمر من السيد القائد العام للقوات المسلحة ومن قيادة العمليات المشتركة أنه طريق سحيلة يفتح للنازحين، وإن شاء الله من يوم غد راح يتم افتتاحه حتى نسهل على أهلنا النازحين خاصة اليزيديين أنه يصلون إلى سنجار من أقرب طريق بالنسبة لهم. وبقية الأمور اللي تداولنا بها كلها في مصلحة إن شاء الله محافظة نينوى.